أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 38,153 شهيداً، بالإضافة إلى 87,828 مصاباً منذ 7 أكتوبر 2023. في بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر بحق المدنيين في القطاع، أسفرت عن وصول 55 شهيداً و 123 مصاباً للمستشفيات خلال الساعات 24 الأخيرة.